أكثر من 1000 صقر بيتنافس في سماء مهرجان الحدود الشمالية للصقور في نسخة السادسة بمدينة طريف على جوائز مسابقة الملواح ومسابقة أجمل صقر. طبعا هذه المسابقة بدأت يوم الاثنين الماضي وتستمر لمدة أسبوع، وزميلنا الصقار الشمالي منصور المزهم كان هناك ووفانا بهالتقرير، خلينا نشوفه. أجواء حماسية وتحديات ومنافسات كبيرة بين الصقارين للمنافسة على سرعة أجنحة صقورهم. الوصول إلى الملواح بأسرع وقت ممكن هو هدف الصقارين للفوز بجوائز مهرجان الحدود الشمالية للصقور بمدينة طريف. السنة هذه طبعاً بالنسخة السادسة يعني عندك المتسابقين كسروا التيم بسرعات قياسية عن طريق الكاميرات السنسر، وحققوا يعني مراكز طيبة. هنا يومياً ناخذ 10 يعني متسابقين ماخذين سرعة بالتيم على التصفيات بحدود 40 طير، وإن شاء الله يعني الجوائز السنة هذه كانت مجزية. عندك 14 جائزة وكانوا متسابقين بأعداد يعني طيبة بالحيل، ونطلب لهم التوفيق من الكريم إن شاء الله. يقام على هامش المسابقة العديد من الفعاليات المصاحبة كسوق الأسر المنتجة وأجنحة الصقارين والأجنحة الفنية والتراثية، فيما يتنافس هذا العام أكثر من 1000 صقر من مختلف فئات الصقور على جائزتي الملواح وجائزة أجمل صقر، والمشاركة مفتوحة للصقارين السعوديين والخليجيين. نهضم هذا المهرجان إلى السباقات الدولية، والحمد لله في عندنا من المنطقة حققوا أرقام قياسية بالوقت، وهذا فخر للمنطقة وللمملكة إن شاء الله. وجايين مشاركين هنا على الحدود الشمالية المهرجان بسباق الملواح، وعسى الله يوفقنا إن شاء الله، وما قصروا اللجنة، ومن اهتمام بيننا وبين أخواننا الصقارين، عز الله منافسة شريفة، والله يوفقهم من هنا إلى الأمام إن شاء الله. هوية وهواية هي العبارة الترويجية التي أطلقها المهرجان هذا العام للحفاظ على هواية الصيد بالصقور التي تشتهر بها المنطقة الشمالية. MBC صرمزهم طريف.